أما هلا مشاهدينا وصلنا لآخر فقراتنا الصباحية لليوم، ورح نحكي فيها عن موضوع بدأنا فيه الأسبوع الماضي، هو مرض التوحد عند الأطفال، وهذا الموضوع بهم كثير الأهالي. لكن اليوم رح نحكي عن التقنيات الجديدة وتقنيات العلاج ونصائح رح تقدم لنا إياها ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الدكتورة غالية سعيد، دكتورة بعلم النفس. سعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة غالية، كيفك؟ وانت بألف خير، كيفك؟ تمام الحمد لله، نشكر رب العالمين. طيب اليوم دائما نحن خلال صباحاتنا بنستذكر طيف التوحد وبنركز على هذا الحالة، خلينا نقول كرمال نوصل أهم المعلومات المفيدة إن كان للأهالي أو كان للمختصين اللي عم يتابعونا. خلينا هيك من خلالك دكتورة نرجع ونعرف بطيف التوحد. تماماً. أول شيء هو اضطراب طيف التوحد. خلينا نبدأ نقول نبعد عنه وصمة أنه هو ليس مرض. طيف التوحد ليس مرض، إنما هو اضطراب نمائي يحدث بالدماغ، فيؤثر على أماكن التواصل الاجتماعي والإدراك والقدرة على التماس مع المجتمع الآخر، وبالتالي ممكن يعيق القدرات اللفظية والحركية والمهارات الجسدية. ممكن يكون إذا ما تلقى العناية المساعدة والتدخل المبكر وتقنيات العلاج اللي كانت جيدة، ممكن للأسف اضطراب طيف التوحد يتمادى بدرجات عليا ويأثر على الشخص. لكن بالمجمل إذا كان في تدخل مبكر ممكن نقدر نحن نتداركه، رح نتحدث عنه فيما بعد. تمام دكتورة، في فرق بما يسمى التوحد، مرض التوحد أو طيف التوحد، ولا بس فرق بالتسمية؟ هلا كلمة التوحد الكامل، هلا نحن في عنا مستويات بالنسبة لاضطراب طيف التوحد. بتوقع كثير من الناس اللي عم تحضرنا هلا بتكون عندها يمكن أطفال هيك أو بتعرف أطفال هيك، بتتراوح مستويات الأداء بيناتهم. ممكن تلاقي طفل داخل بمرحلة التوحد الكامل يلي هو انفصال كامل عن الواقع، عدم استجابة لأي مثيرات خارجية، عدم قدرة حدا على التعلم، وممكن في بعض الأحيان يكون هدول الأطفال عندهم قدرة كثير عالية على إيذاء أنفسهم، وبالتالي هون صار في تدخل دوائي أكثر. لكن بالنسبة لاضطرابات طيف التوحد كمان ممكن تتراوح بالتدخل المبكر وبالمساعدة، ممكن تكون تبدأ من بسيط لمتوسط لحتى متقدم. لكن مثل ما قلت لك، مثل برجع بقول انه دائما لما بيكون في مبادره ومساعده وتدخل مبكر بنخفف من وطأتها بشكل كثير كبير. طيب هاي المبادره وهذا التدخل المبكر بحاجه اليوم لانه الاهل ينتبهوا لهذا الطفل اذا الاضطراب موجود او لا، يعني اليوم في اعراض بتظهر على هذا الطفل وفي عمر، يعني ممكن في اعمار بتظهر بشكل كثير كبير، ممكن تبلش بشكل كثير خفيف. خلينا نركز على موضوع الاعراض كرمال الاهل ينتبهوا اكثر وعلى الاعمار ايضا. تمام. هلا اول شيء رح نقول لاي ام هلا عندها طفل رح تنتبه دغري على العلامات، ورح نعطيهم تقريبا بالاشهر لحتى كيف لازم تكون رده افعال. غالبا الطفل على الشهر السادس يفترض انه هو ينتبه على يتبسم او يعطي بعض الايماءات البسيطه بوشه بالشهر السادس، اذا ما عمل هذا الشيء نقيده فورا. لازم الام يكون عندها اشاره استفهام. على الشهر التاسع يفترض انه يبلش يصدر بعض الاصوات او المناغات يعني اكثر حتى شوي، اذا كمان الطفل ما استجاب لهذا الشيء كمان في اشاره استفهام. على الشهر الثاني عشر يعني طباق السنه لازم يبلش يحكي على اقل جمله كامله، او يحاول يتنقل او يحاول يلفت نظره بالوان بقصص، يعمل اشارات، ممكن يلفت النظر له. اذا ما عمل هدول الاشياء كلياتهم إشارات الاستفهام عم بتزيد أكثر، وهكذا تواليت إلى أن يصير معنا لمرحلة السنتين. في بعض الأطفال ممكن يكونوا بيتحدثوا، وكثير من الأمهات تجي بتقلنا أنه أنا كان ابني على السنة بيحكي وبيتحرك طبيعي وما عنده أي مشكلة، بالعكس كان يستجيب يعني. لكن على دخول لطباق العامين فقد اللغة اللي تعلمها. للأسف بعد حالات اضطراب طيف التوحد الأطفال بيفقدوا الكلمات واللغة اللي نحن كنا متعلمينهم إياها، وبالتالي بيصير عندهم صعوبات تعلم كتير كبيرة. هاي بعض الأمور الشائعة، طبعا إضافة إلى الألوان، الأصوات، المناداة، التواصل البصري. طفل التوحد الأعراض الأهم إنه هو بيرفض الالتماس الجسدي، يعني ما بيحب الأم لما بتجي بتضمه مثلا، أو بيحب يبادر لعند حدا، بيكون دائما عنده مبادرات بعيدة وعالم الخاص. طب قبل ما نروح لتقنيات العلاج خلينا نرجع ونحكي شو هي الأسباب الأساسية لمرض التوحد. صديقتي للأسف إلى الان ما في سبب مباشر عم يقدروا عليه يسندوا عليه اي دراسة او اي علماء انه في سبب مباشر هو يكون مسؤول عن التوحد او طيف التوحد خلينا نقول. لكن عم بيرجحوا اكثر من الأسباب، واحدها عم بيكون انه العامل الوراثي له ممكن يكون دور بهذا الموضوع. بعض اثناء تشكل الحمل او ممكن يكون اكثر شيء هذا التوجه له. هلا في بعض الأسئلة الشائعة اللي ممكن تدور بعض يعني رأس اهل انه هل من المعقول انه بعض اللقاحات اثناء الأم
الحامل تمام. انه بتعمل هذا الشيء؟ لا تماما بنأمن وطمنهم انه اللقاحات او اي شيء ممكن تاخذه الام اثناء فتره الحمل او حتى للطفل بعد الولاده هو تماما بعيد عنه وبريء تماما من فكره التوحد وحتى اطيافه. هل من الممكن الاتهامات اللي بتكون انه اجهزه الشاشات مثلا او اللابتوبات او اي شيء عم نحط تكنولوجيا له سبب؟ كثير صادر هذا الشيء انه هو يكون سبب، كمان هو بريء من هذا الشيء تماما، ما لهم اي سبب. ولكن للتوضيح، في دراسة أثبتت وأجريت على نسبة كتير كبيرة من الأطفال اللي عم يعانوا من طيف التوحد، لقوا أنه مشاهدتهم لوقت كتير طويل للأجهزة اللوحية، خاصة أنه ما في تجاوب، يعني الشخص اللي عم يحضر كرتون أو شيء هو ما عم بيتجاوب معه، يعني ما عم يضحك معه، ما عم بيبادله هيك. فممكن إذا كان في تزود النسبة وتخليها تتكاثر بشكل بس أكبر. بس هي ما أنا مسبب أساسي، هي ما أنا مسبب أساسي أبدا. لا طيب خلينا نروح للعلاج. اليوم خلينا نكون متفقين ان احنا امام اضطراب هو غير قابل للعلاج النهائي للاسف. نعم ممكن نحن نساعد هذا الطفل من خلال تماما. تقنيات، من خلال اساسات، من خلال المجتمع المحيط، وهذا لحاله بحث اخر يعني. صحيح. والشيء اللي بتقدميه لهذا الطفل اللي عنده اضطراب التوحد، نحكي عن الاساسيات تماما. عن شو بتتبعه، خلينا نقول المساعده وليس العلاج تماما. يا عزيزتي مثل ما تفضلتي، هو صراحه بده يبدا من الام والاب، لانه بس يكونوا الشخصين المسؤولين عن طفل التوحد او طفل اضطراب التوحد هن واعيين تماما بالاشياء والتصرفات وردات الافعال، وحتى ممكن يعني المبادرات اللي بده يعطينا اياها او المخرجات اللي بده يعطينا اياها، لما بيكون عندهم وعي فبتكون عندهم البيئه الخصبه للاستيعاب اكثر تمام. وبالتالي قدرتهم على التعلم اكثر ومساعدته اكثر. الطفل اللي عنده اضطراب طيف توحد هو مو بسهوله بيقدر يتعلم، يعني في بعض المقولات الشائعه بتقول انه نسبه ذكائه مرتفعه اكثر، لا هاي الدراسه ما صحيحه دائما، لانه ممكن تكون دراسات اثبتت انه بتكون متوسط ذكائه من متوسط منخفض عفوا الى متوسط، سواء يمكن يكون مبدع بناحيه ما، مبدع بناحيه ما، لكن مو شرط دائما معا. يكون اذا عنده طيف توحد يكون مستوى ذكائه عالي جدا، لا هذا الشيء ابدا مو. فنحن بنبدا من الاسره، من العائله الحاضنه، يعني الأم طريقة تتعرف كيف مثلا ممكن تخفف من ردات فعله، كيف ممكن توضح له، كيف أنت المرحلة اللي لازم تشرح له فيها. بعد منها بيدخل هون شيء اسمه العلاج السلوكي المعرفي، إذا كان حالة الطفل ما بتستوجب تدخل أدوية. أنت بتستوجب تدخل أدوية لما بعض الأطفال للأسف بيسجلوا أنه أذية جسدية لإلهم. بعض أطفال اضطراب طيف التوحد ممكن يضرب رأسه بالحياة لدرجات كتير مزعجة، ممكن حتى يدمي نفسه أو يعض نفسه أو يجرح نفسه. طبعا بهالأمور هون بيتدخل الطبيب النفسي مع أخصائيين العلاج السلوكي والمعرفي وأخصائيين النفسيين، وبيشرف على الحالة الدوائية اللي هو ممكن يعطيه هو مثبتات للهرمونات. بالمقابل بيدخل فكرة العلاج السلوكي المعرفي اللي هو مساعدة طفل طيف التوحد على الدمج بالمجتمع، وكثير أطفال أثبتوا جدارتهم أنه اندمجوا بالمدارس العامة للأطفال وقدروا يحصلوا تحصيلات علمية، لكن بتضل عندهم بعض الردات الخفيفة يعني. اللي بتظهر للأسف أثناء الغضب الشديد أو الفرح الشديد. تمام. طب دكتورة، يمكن اليوم سواء بالمدرسة أو بالبيت مثل ما ذكرت من شوي أنه الدور الأساسي للأهل، لكن اليوم بأي عمر بيظهر أو بتظهر الأعراض بشكل أكبر؟ ممكن ينتبهوا الأهل أنه هذا الطفل فعلا أنه عنده توحد، يمكن أحيانا بأعمار صغيرة تماما. ما بينتبهوا لهذا صحيح الموضوع. صحيح. شكرا لسؤالك. تماشيا مع كل الأشهر، لكن بطباق العامين وللأسف الطفل إذا ما عطانا أي استجابات أو فقد اللغة تماما أو ما شعرنا أنه هو على السنتين لازم يكون تقريبا نحن بنقول عنه كائن صغير عم يتحدث معنا وعم يعمل معنا أشياء وعم يشاركنا نشاطاتنا، إذا على طبق السنتين ما لقينا هذا الطفل عم يجاوب معنا عم يعمل ردات أفعال، فورا لازم نحن بصراحة ما نتأخر أبدا بطلب المساعدة. والنقطة اللي كتير مهمة وأتمنى أن الناس تفهم عليها، نبعد تماما عن شيء اسمه الشعوذات والخرافات أو المس أو القصص. في كتير ناس برأيها أنه اضطراب طيف التوحد هو نتيجة خطأ يعني أو مس أو شيء أو شعوذات، فبالتالي بيلجأوا لأشياء ممكن تأذيهم وتأذي الطفل وتأخر علاجه. طيب اليوم دكتورة، وقت اللي عم نحكي عن طفل عنده اضطراب من نوع خاص وحاجة لرعاية جدا مهمة، واليوم للأمانة عم نشوف حتى الدراما السورية بلشت تضوي على هذا الموضوع، وشفنا خلال شهر رمضان أحد المسلسلات الدرامية كان يعني محور العمل هو عن شخص عنده اضطراب يعني، وشفنا اليوم من خلال هاي الدراما قدرت توصلنا أنه اليوم هذا الشخص بحاجة لرعاية جدا خاصة، بحاجة لحنان جدا مهم. هذا الطفل أو هذا
بيشرب بيكبر وبيتعلق بالأشخاص اللي عطوه كمية هي الحنان للأسف. والعكس صحيح. اليوم نحكي عن تأثير المحيط. تماما. هلأ المحيط بالنسبة للشخص اللي عنده اضطراب توحد جدا مهم. نعم. جدا مؤثر. يعني للأسف البعض منهم حتى لو سجل تقدم كتير سريع بحياته العملية ولو وصل لمراحل عمرية متقدمة، لكن إذا خسر الشخص اللي كان كتير مرافق له عاطفيا اللي عم يمده بالأمان وبالإحساس، ممكن يصير في عنده ردة فعل أو حتى نكوص، أو حتى ممكن يتراجع نشاطه الأدائي بشكل كتير كبير. المشكلة للأسف مع الأشخاص اللي بيعانوا من اضطراب توحد هو التعلق الشديد، لانه نادرا ما يشعروا انه في شخص ممكن يفهم عليهم، من كونهم انه الى الان حتى لو استمروا بضل لهم عالمهم الخاص، بضل لهم اصواتهم الخاصه، مدركاتهم الخاصه اللي تختلف تماما عن الاشخاص الاخرين. لذلك لما بيلاقوا شخص ممكن يفهم هاي المدركات يستوعبها، مثل ما انتبهتوا حتى المسلسل كان عم يعطي تفاصيل كتير مهمة، اللي هي أثناء نوبة الغضب كيف كان ممكن في لمسات محددة بيعملها على جسده. لغة جسد اليوم استخدمت ضمن العمل الدرامي أيضا. التوحد مثل ما تفضلتي عنده لغة جسد خاصة فيه، فكتير مهم إنه الأشخاص المقدمين الرعاية له شو ما كانت مسمى تبعهم يكونوا عندهم دراية بهذا الشيء. بينصدم هو لما بيطلع على العالم الطبيعي برا، للأسف بيتعرضوا لحالة من التنمر جديد كتير، لأنه ممكن يضل عندهم الرفرفة تبع الإيدين، ردات الأفعال، الرجع هيك لورا، تكرار الجواب. للأسف ممكن بعض منهم يخسر القدرة اللفظية اللباقة باللفظ خلال نوبة الغضب، تمام، أو حتى بالكلام العادي. يعني مثلا ممكن يروح لعندك ما يقول لك مرحبا كيفك بدي كذا أعطيني مي، هن برأيهم أنه ما عم بيقدر يوصل لك بس الهدف اللي بده إياه. يعني ما عنده اللباقة يمكن شوي، هلأ بيتعلمها ولكن البعض منهم بده وقت، فهون بينصدموا لأنه مو كل الأشخاص بتكون عندها دراية بهذا الشيء، فبصير تنمر عليهم وبصير أذية. للأسف ممكن تصير نكوس. تمام. طب دكتورة، في حال اللي ذكرتيهم، البيئة، المحيط، الأهل، الطبيب النفسي، البيئة اللي حوله، اليوم هدول ما كانوا مساعدين له، البيئة، الأهل، في حال هاي الجو أو الجو المنزل خلينا ما كان مساعد لهذا الموضوع نهائيا، شو التأثيرات اللي ممكن يتعرض لها هذا الطفل بعدين؟ هلأ للأسف التأثيرات كتير سلبية ومؤلمة جدا، وممكن يعني حرفيا ما حقلك أنه تودي بنهاية حياة الطفل إلى الموت، لا، ولكن نفسيا وجسديا هو الطفل رح يعني يختفي تماما، لأنه هو بحاجة رعاية خاصة جدا. لما ما بده يلاقي الأم أو الأب أو الرعاية أو الأشخاص المساهمين بهذا الموضوع، فرح يصير في عنده حالة من التراجع أكثر. يعني صحيح. رح يفقد قدراته النطقية واللفظية والحركية بشكل كتير كبير. يعني نحن عم نحاول نقدمه، هو رح تتراجع وتنحسر عنده، يمكن رح يفقد القدرة على الإدراك تماما للأسف، ورح يتراجع بشكل كتير كبير، رح يصير بمشكلة أخرى تماما، رح يدخل باضطرابات أخرى غير اضطراب طيف التوحد اللي هي الأهم، اضطرابات القلق المعمم والاكتئاب اللي للأسف ممكن تودي بالحياة فيما بعد. طيب اليوم نحن اليوم الأساس هنون الأهل طبعا. يعني اليوم في عائلات كتير للأسف خبت هذا الطفل بالعتمة للأسف، يعني خجلت من المجتمع، ما قدرت تواجه طفلهم بالمجتمع. اليوم عم نحاول نضوي دائما بصباحنا غير، وحتى مثل ما قلنا الدراما بلشت تتناول هدول المواضيع لنوصل رسالة انه هدول الأشخاص هنون مفروض يكونوا جزء من هذا المجتمع وليس عالي، مفروض احنا نحبهم بسلبياتهم قبل إيجابياتهم. وشفنا بعض المحاولات لدمج، ذكرنا موضوع الدمج حضرتك ذكرتي، كان له خلينا نقول نجاح وتأثير بنسبة، ما أكيد ما أنا 100%. قد ايه اليوم مهم إشراكهم بالعمل بالمدارس، تفهم المحيط لإلهم بالمدرسة، عدم التنمر، قد ايه هاي القصة إيجابية مفروض نحن نروح فيها دائما للإيجابية. تماما، مثل ما تفضلتي عزيزتي عم تحكي كلام كتير منطقي وجميل. للأسف إذا أنا يعني مثل ما بيقولوا ميزت بطفل عنده اضطراب طيف توحد، مو معناها أبدا أنه أنا خبي عن عيون العالم أو أتعامل معه على أنه هو شيء معيب، أو ممكن في بعض العائلات بتعتبر أنه هذا يعني بداية التاريخ الموروثي للعائلة، أنه ما في عنا بعائلتنا حدا مثلا أنه هيك، مثل ما قلنا أنه هو ما له سبب وبيطلع بشكل مفاجئ. لكن أكيد الدمج والمساعدة لأنه حتى ينخرطوا بالمجتمع هذا الشيء كتير أساسي ومهم. ليه؟ لأنه حتى مقدمين الرعاية اللي موجودين لهم بفترة من الفترات ممكن يفارقوهم نتيجة يعني عامل نحن ممكن على الأقل يمكن يوفات. أنت مع اليوم دمجهم بالمدارس بالأطفال الأسوياء، ولكن بشرط مع دمجهم حسب مستوى اضطراب الطيف اللي موجود عنده. يعني هل هو بسيط إلى خفيف، ما بدنا يكون في كمان أذية، إذا كان هو مؤذي فهو ممكن يأذي نفسه ويأذي الأطفال الآخرين. أكيد لا. وممكن كمان إذا كان الاضطراب متقدم بمستويات عليا
وهذا الطفل بيعمل ردات افعال او حركات التنمري اللي ممكن يلاقيه من الاطفال، ونحن ما بنقدر نضبط مدرسه كامله، ممكن يعمل له ردات افعال كثير مؤلمه. انا ما بدمج وبشده وبقوه، ولكن تحت ضوابط سلوكيه ومعرفيه من قبل المختصين. يعني هذا الطفل بيتجهز لسنوات محدده بانه مع المعلومات والمعارف القدرات والقدرات المعرفيه والادراكيه، وبيدخل على مدرسه بيكون مشروحه حالته الطبيه والنفسيه لكل الكادر. وممكن حتى هلا صار في مشرفين نفسيين ومرشدين نفسيين بالمدارس بيشرحوا. انا دائما بقول بتمنى كل دورة فصلية يكون شرح شو يعني اضطراب، عشان إذا دخل طفل الأطفال على الأقل يكونوا مستوعبين شو هذا الشيء. صحيح. دكتورة، اليوم كثير من الأطفال، أو حكيتي ذكرتي حضرتك أنه ما في علاج نهائي، لكن في مراحل ممكن نخفف من هاي المراحل اللي هو فيها الطفل. اليوم من هنا الأطفال الأكثر استجابة أو الأعمار الأكثر استجابة للعلاج؟ هلا اولا صراحه الذكور سجلوا معدل اصابه باضطراب طيف توحد اكثر من الاناث، يعني بمعدل 4 لكل واحد. نحن نافدين من هالقصة الحمد لله وشغلت نفدنا من شغله. لكن الاطفال انه قديش ممكن يسجلوا اضطرابات، ما في شيء محدد، ما في احصائيه ابدا محدده، لكن للاسف بالسنوات الاخيره شهد انه في هن لسببين، شهد انه تسجيل حالات كثير كبيرة باضطراب الطيف التوحد. هي لسببين، إما أنه الأشخاص صار في عنده أو المجتمع صار في عنده وعي فصار يصرح عن الأطفال اللي موجودين عندهم مثل ما قلتي كانوا يخبوهم، أو أنه هو فعلا للأسف نتيجة يعني إلى الآن ما في سبب. هي ممكن تقولي العوامل النفسية، ممكن تقولي العوامل الوراثية. هلأ في نقطة العلم ما عم يثبت عليها، لكن كذا أم بكذا طفل بحالة اضطراب طيف توحد قالت صحيح. كثير من الامهات سجلت، وهي نصيحه بقولهم، اثناء الحمل لما بتمر بنوبه نفسيه سيئه اثناء الحمل ممكن هذا الشيء ياثر انه طفله يجي بيعاني من اضطراب طيف توحد. وفي سيدات موجودين عم يشهدوا على هي الحالات وعم بيفيدوا فيها، وكلهم لما بتراجعي تاريخ حمله مرقوا بتجربه بتكون جدا حاله نفسيه سيئه للام الحامل، وبالتالي ممكن تتاثر وتأثر جنينة بهذا الموضوع. أكيد حديث يطول معك يا دكتورة. نتشكرك أكيد وشكرا لحضورك اليوم. شكرا لكم. أكيد شكرا لك للمعلومات اللي قدمتيها دكتورة غالية السعيد، دكتورة بعلم النفس. شكرا لك. شكرا صباحك بقية نهار حلو لك. سعيد يا رب. نحن أكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وقبل ما ننتقل لمحافظة اللاذقية أكيد بدنا نتشكر حرير بوتيك اللي قدم لنا العبايات خلال شهر رمضان الكريم لمذيعات صباحنا غير.